في وسط اللاعبين، ونعرفوا بلي المنتخبات يعني خط أحمر، لأن كل منتخب وكل راهو يمثل في منتخب بلاده، كل لاعب راهو يمثل في منتخب بلاده. هذه أشياء ما لازمش تحدث، يعني لأنهم لاعبين يلعبوا في أعلى مستويات في النوادي تاعهم، يقدروا يعني يديروا مشاكل لأنفسهم في بلدانهم. نعرفوا بلي الفرق اللاعبين هادو لاعبين اللي عندهم احترافية جد كبيرة في النوادي تاعهم. يقول لك كيفاش يعني كي تجي للمنتخب تاعك، يعني راح تدخل فيها الوطنية، تدخل فيها عدة أشياء. نقدر نقول لك بلي هذا المشكل يعني راو يعني أنهاه اللاعب جواو ماريو، اللي لاعب ممتاز ولاعب لعب في أعلى مستوى، لعب فريق إنتر ميلان، لعب في الآن راو ينشط في بنفيكا، في فريق بنفيكا ويقدم بداية موسم ممتازة جدا نفقة، وزاد سجل يعني كيف فازوا 4-0، سجل الهدف الرابع. يشوفوا بلي جواو ماريو لاعب مميز، ودائما في وسط المجموعة لازم يكونوا لاعبين من هذا النوع، حتى وإن عارفوا بلي بين رونالدو وفريق مانشستر يونايتد هناك يعني مشاكل، وهذا برينو فرنانديز يلعب مع كريستيانو رونالدو. ربما صح يعني كي تشوف الصور وتشوف عبر الفيديو ماذا حدث بين رونالدو وبرينو فرنانديز، تشوف باللي كاين هناك بروده بين هاد اللاعبين، لكن في مستويات عاليه نعرفوا باللي هاد الامور ما يدخلوهاش في وسط الميدان، ما يدخلوهاش في باش يعكروا جو تاع المنتخب تاعهم، لان لو يعكروا الجو تاع المنتخب تاعهم راح يتعرضوا لعقوبات قاسيه، سواء من الاداريين، سواء من الزملاء تاعهم، حتى من الجماهير اللي تحب المنتخب تاعها. تقول لك انتوما لاعبين لازم تشرفوا المنتخب، المنتخب فوقكم وفوق كل اي لاعب.